والاستقلالية والشفافية، وإن لم نتبعها فنحن لا نعمل عمل إنساني. أنت حزبنا وتسيسنا وتجمعونا ولا اسمه إيه؟ ما بنعملش عمل إنساني. عمل إنساني شامل كامل. يعني شوف هنا في الصورة دي، أنا عندي بوينتر تاني في الشنطة بتاعتي. فيها ليزر. دي اللي فوق. مش انا اصلا ما بفهمش في التكنولوجيا. يعني العمل الانساني، المعايير الانسانيه دي في كل محور من محاور العمل الانساني. ما تجيش تقول لي انت جمعيه انسانيه وبتنقص منك محور الحياديه او محور الشفافيه او محور الاستقلاليه الى اخره. لا في تاني. لا لا الليزر الاحمر في الشنطه الثانيه بتاعتي. فلذلك انا ما حطيتش المعايير الانسانيه في النص. حطيتها داخله مع كل مقطع من مقاطع اي عمل انساني. نسميه جمعيه صغيره في حاره، نسميه جمعيه في شارع، نسميها جمعيه على مستوى مدينه، على مستوى دوله، كل واحد. وده يعتبر بالنسبه للعمل الانساني المعلوم من الدين بالضروره. المعلوم من الدين بالضروره. والله مش مهم. ازاي انا هتكلم اليوم عن اللي هو الاستقلاليه، وهي احد المعايير الانسانيه للعمل الانساني. اهم شيء الدرجات اللي هنتكلم عنها دي، انا هتكلم بس عن المثلث ده فقط، بس انا المقدمه ان كل معيار من المعايير الانسانيه لابد ان يدخل في داخل هذا المثلث. لابد ان يكون لها رساله ورؤيه ومهمه وقيم وروح واداب وثقافه واضحه. فهنا بالنسبة للرسالة والرؤية، مفيش أي مؤسسة مننا، مفيش أي مؤسسة تعمل دون الأولوية أو الأساسية. ده أساس. إيه رسالتك؟ إيه رؤيتك؟ إيه قيمك؟ والقيم هي ما ليس فقط ما نقوله، بل ما نقوم به. لو اتكلمنا عن الإحسان والعدل والرحمة والإخاء والمساواة، لابد نطبقها من رئيس مجلس الإدارة للفراش، من المستفيد للعامل. كلام مش كلام، خطب جمعة أو مواعظ في كنائس أو أشياء محاضرات، لا. إذا قلنا في قيم يبقى الرئيس ملتزم بها قبل الغفير وقبل الحارس وقبل المنظر. القاعدة الأولى. القاعدة الثانية اللي هي الهيكل الداخلي. لابد يكون لنا هياكل داخلية ليها صلاحيات وفي مساحات للعمل. وازاي مجالس الاداره تترك العمل الاداري للموظفين، وازاي يكون كل موظف من الموظفين عنده وصف وظيفي، وكيف نعين مجلس الاداره، وكيف نعين الموظف. عمليه مش عمليه عيله او صحبه او شله كل واحد بيتكلم في التليفون يجيب حد. لا، ده مش عمل انساني، ده عمل شللي وعمل لا ينمو بل يؤدي الى تقسيم المجتمعات. فبالنسبة للهيكلية، في وصف وظيفي، في صلاحيات، في إداريات، في معايير، في سياسات، في كل هذه الأشياء لابد أن تطبق من رئيس مجلس الإدارة إلى تحت. مش رئيس مجلس الإدارة يقعد 50 سنة أو 100 سنة أو 200 سنة يقول لك المؤسسة هتموت لو أنا خرجت منها. لا، لن تموت المؤسسة. مؤسستنا في الغرب، مؤسسات كثيرة في الغرب بقى لها 100 و200 و300 سنة. واحترام لماذا؟ واحترام إلى السياسات بتاعت البرامج بتاعتنا. لابد أن قيام أي مؤسسة مجتمع مدني أو أي مؤسسة إنسانية. إيه برامجنا اللي بتخدم المجتمع؟ وإيه برامجنا المستدامة اللي بتخلينا إنها تكون هي مستقلة بنفسها؟ يعني نبني المشروع على اساس انه يستقل في خلال سنه او سنتين، مش على اساس انه يقعد طول العمر هذا المشروع يجمع له مال. لابد ان يكون في تفكيرنا لبناء اي مشروع مجتمعي ان يكون مستقل، ويكون بيننا وبين المجتمع شراكه، اللي هي بنسميها الشراكه المجتمعيه. اذا كان المجتمع شريكنا من اول يوم، يستطيع المجتمع ان يقوم بهذا المشروع وان يحافظ على مثل هذا المشروع. الابار اللي احنا بنحفرها في السودان وكان المجتمع بيدفع فيها فلوس، هي الابار اللي باقيه.
اما الابار اللي كنا بنحفرها 100% دعم هي الابار اللي فشلت. وهكذا ايضا كان امر في جبال كشمير في باكستان دخلنا في شراكه مجتمعيه ب 20%، ما دفعوش فلوس، المجتمع ما دفعش فلوس، لكن دفع اللي هو وقت العمال ووقت اللي هو المهندسين الى اخره، فكان تبرعهم النوعي يساوي 20% من الميزانيه الماديه المشروعه. ففضلت الايه؟ الخزانات المياه على جبال كشمير في باكستان الى يومنا هذا. ليه؟ لان المجتمع شارك فيها ان شاء الله ب 5% او ب 10% او ب 20%، فالشراكه المجتمعيه هي اساس لاستدامه اي مشروع بنقوم به سواء كان في قريه او في شارع او في محافظه الى اخره. دي النقطه الثالثه من نقاط الاستقلاليه. واحنا بنبدا العمل لابد نعرف من نخاطب من المنحين. ان اردنا الاستقلاليه يا اخواننا ما نعتمدش على متبرع واحد، على شركة واحدة. لابد أن الشعب اللبناني كريم، نتواصل مع المواطن اللبناني عبر الحملات، عبر السوشيال ميديا، عبر كذا عبر كذا عبر كذا عبر كذا، لكي تستطيع أن تستقل بقرارك السياسي داخل المؤسسة. معنى إيه؟ معنى أكون صاحب قراري. يعني حرب 95 في الشيشان، حرب 95 ديسمبر 94 95، كان الحكومة البريطانية منع سفر البريطانيين لروسيا مش للشيشان فقط. بعتنا الخارجية انه احنا نسافر، ما ردوش. فانا اخذت الشنطة بتاعتي وطلعت على المطار واخذت الشنطة ودخلت موسكو، واخذت الشنطة ونزلت موسكو، واخذت الشنطة ودخلت فين تاني؟ نزران جروزني. لا 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 قبل جروزني، ما انا لسه في محطة، انت المحطة بتاعتك جروزني بس. رحت نزران اللي هي في انجوشتيا، وبعدين كده دخلت ايه على جروزني. وانا هناك فبيتصلوا الخارجيه البريطانيه ردت وقالت ايه؟ لا ما فيش داعي نسافروا عشان ايه؟ في المنطقه حتى موسكو. قال لهم دكتور هاني بنا موجود في ايه؟ في جروزني ولا في ولا في ولا ولا في نظران الى اخره يعني. لان احنا كان عندنا قدره على اخذ القرار السياسي للعمل في الشيشان دون الاعتماد على احد، مع وجود المعايير الإنسانية كلها. مع وجود المعايير الإنسانية كلها. فلذلك تنوع المتبرعين مهم جدا 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 بالنسبة لنا من أول يوم. وهنا الخطورة في إن أنا أعتمد فقط على حزب السياسي أو أعتقد فقط على جماعة الدينية، هذا خطأ. خطأ ويقتل المؤسسة ويجعلها تقوقع ولا تخلو للعالمية. بالرغم من ان اسم الاغاثه الاسلاميه اغاثه اسلاميه ونشات هي في بريطانيا، الا انها امتدت ل 40 او 50 دوله في العالم بالمعايير الانسانيه. وبدات ب 20 قرش. ما كانش فيها مكتب. ولا كان فيها تليفون. ولا كان فيها فاكس. ولا كان فيها تيلكس. ولا كان فيها اي شيء. كان فيها رؤيه. رؤيه ان احنا بال 20 قرش دي، 20 قرش وصندوق حيطه، صندوق التبرع على الحيطه، استطاعت بعد 30 سنه او 35 سنه او 30 سنه تنتشر في العالم كلها شركات مع كل مؤسسات الامم المتحده والاتحاد الاوروبي والدول المستضيفه. وبتحارب طبعا. وبيطلع عليها اشعار. زي ما بيطلع على اي حد فينا اشعار الى اخره. لكن الى الان بعد مسيره 33 سنه من ايه؟ الالتزام بالمعايير الانسانيه. وانا ناس بيقولوا عليا انت اسمك البنا، بس انا ايه؟ يعني زي ما بتقول ايه، ماليش دعوه بحد، مش كده ولا ايه يا سعاده الرئيس؟ يا ريس ها؟ مش كده برضك يا ريس؟ ربنا يكرمك. فده بالنسبه لايه؟ للتنوع اللي هو التنوع المانحين. ليه انا كتبت الاقتصاد بتاع المؤسسه؟ من اول يوم نعمل فيه في المؤسسه لابد ان يكون لنا وقف. وقف. وتقول للمتبرع ان في الكوارث، كوارث مش كده برضك؟ اللي هو ايه؟ العمل الاغاثي انا هاخد من الدولار بتاعك 3 سنت او 5 فلس للوقف. لابد المتبرع يفهم ان اساس استقلاليه المؤسسات هي وجود اوقاف. ما تكونش هارفارد يونيفرستي عندها 37 مليار دولار وقف واحنا لينا عمل من زمان مئات السنين وكذا وما عندناش مؤسسات ليها تجمع الاوقاف مع الجمع المال بالنسبه لنا. في العمل الاغاثي لابد ان نعلم
المتبرع انه انت بتتبرع لكيس الطحين انا هاخد منه جزء عشان اشيل منه الوقف للقضيه دي بالذات. فكر الوقف غاب عننا. غاب واحنا امه الوقف اللي بدات الوقفيات في الدين المسيحي والدين الاسلامي من الاف السنين. خطا وخطا وخطا. اذا اردنا ان نكون مستقلين لابد من اليوم الاول يكون لنا رؤيه للاوقاف. اليوم بنبدا بدولار، بعد 50 سنة هيبقى عندنا مليار. وده الاقتصاد المؤسسة نفسها. من هو المتطوعين؟ لابد أن نستثمر في المتطوع. لا استمرارية واستقلالية لمؤسسات دون أن يكون لها متطوعين يتبعوا رسالة ورؤية وقيم المؤسسة ويلتزموا بالمعايير الإنسانية. أنا كده بكلم في واحد في بند واحد من بنود المعايير الإنسانية اللي هو الاستقلالية، كيف نصنع الاستقلالية؟ يبقى المحتوى بتاعنا اللي احنا بنطلع منه قادة المستقبل. أي مؤسسة حريصة على إنها تستمر لابد يكون فيها شباب. شباب هم اللي بيمثلوا الجيل الثاني والثالث لأن يقودوا المؤسسة، والكبار موجودين فيها. ولابد أن يتخلى الكبار عن مراكزهم. وأن يجعلوا مكان للشباب وهم موجودين. اما ان يموت الكبير اللي هو زي حالاتي وبعد كده يجي الصغير لا يستطيع ان يعمل شيء فده خطا تنظيمي وخطا فادح جدا جدا جدا. المتطوعين هم خالد المستقبل. يعني ايه توعيه ومنصه واعلام؟ دي برضك بتؤدي الى الاستقلاليه. هل احنا في كل مؤسساتنا في حاجه اسمها القران بيتكلم على ولا يحض على طعام المسكين، مش كده؟ الحرب. العالم دلوقتي بيتكلم عن المنصه. صح؟ وانا بنتكلم على التوعيه، التوعيه اساس اغاثي واساس استقلالي للدفاع عن حاجه المحتاج. وربنا ذكر الحد 3 مرات في القران، في سوره الماعون، اعتقد في سوره الفجر، قد تكون ممتحنه لو كان في حد يحافظ القران. ارايت الذي يكذب الدين من هو؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا ايه؟ يحض. يحض بالنسبه لنا اللي لا يشيع ولا ينبئ ولا يدافع عن حاجة المسكين. هل احنا عندنا في مؤسساتنا التي نريد ان تكون لها استقلالية من يحض على حاجة الفقير؟ من يقف لحاجة الفقير عشان نعلم الناس ما معنى كلمة الادفوكسي؟ مش جات لنا دلوقتي بيسموها ادفوكسي؟ مش انتوا بتتكلموا ادفوكسي بالفرنساوي برضك ولا ايه؟ ادفوكيت ولا ايه؟ انتوا فرنساويين مش كده ولا ادفوكسي برضك ولا اسمها ايه عندكم؟ ادفوكاسيون ها؟ فوكاسيون فوكاسيون اي لاف يو قول لي اي لاف يو تو بقى لا قول لي جيتيم قول لي جيتيم جيتيم ونامور ها ولا مش كده ونامور يا حبيبي ونامور. فالادفوكاسي يعني تعتبر كل دي انا بتكلم فيها ايه؟ في اساسيات العمل الانساني للحصول على استقلاليه المؤسسه. نحن نستطيع ان يكون عندنا فكر للدفاع عن معايير العمل الانساني ومعايير اللي هو الايه؟ الدفاع عن اليتيم او عن الارمله او عن المسكين. التوعيه والمنصه والاعلام تواصل. اوعى اتكلم عن نفسي انا. حذاري حذاري ان اعمل في معزل. حذاري ان اعمل في معزل. هكررها ثاني ان ايه؟ فذكر في ان زينك تنفع ايه؟ والشطار كمان. حذاري أن أعمل في معزل عن مين؟ عن الحكومة؟ عن المجتمع؟ عن الشركاء؟ عن المحتاجين؟ عن المانحين؟ عن كل المجتمع، لأن أنا جزء من المجتمع وأنا لست المجتمع. أوعى نعتقد إن لما المؤسسة بتاعتنا أصبحت عندها مليار أو 2 مليار دولار هي أصبحت المجتمع، لا أبداً، هي ما زالت جزء من المجتمع ونقطة من النقاط التي يمثل صورة المجتمع الكبرى اللي فيها ملايين هذه النقط. حذاري ألا أتواصل وأشبك. العمل الإنساني دلوقتي في العالم لا قائم على التشبيك وقائم على الشراكات الاستقلالية. يعني أنت بتستقل وأنت وإيه وأنت ليك شريك يدافع عنك. في 2001 لما حصلت الأحداث سبتمبر زي ما احنا عارفينها اللي كان بيدافع عن الإغاثة الإسلامية شركاء ها عرفوا الإغاثة الإسلامية قبلها ب10 سنين. فكان في المجالس الخاصة بتاعتهم وكانوا كلهم غير مسلمين. عشان نتكلم بمنتهى الصراحة، لا مشايخ من هنا
ولا مش عارف ايه من هنا ولا من هنا ولا اللي هي البق اللي بيطلع كده ده اللي دافع عننا الحكومه البريطانيه لما كانوا ايه مسيحيين. ما زلت اشكر الان ان الوزيره السابقه اللي اسمها كلير شورت اللي كانت وزيره التعاون الدولي هناك هي اللي وقفت. وقفت وايه وقابلتنا يوم 13 سبتمبر 2001. لو كان في وزير تاني في اي دوله اخرى وحدث الاحداث دي كلها واحنا اسمنا عباسه اسلاميه كان هيقابلنا؟ طيب دول ايه بالفرنساوي بقى؟ قالت لا والله قالت لنا كده. كلمناها يوم 12 سبتمبر 2001 وقالت لا لو انا مش هقابلكم هديكم رساله ان انا مش عايز اشتغل معاكم وانا عايز اشتغل معاكم. وهي ليست مسلمه. عشان نتكلم الاتصال بالجميع مهما كان العمل الانساني حدوده تتعدى افاق الفكر اللي عندي في مخي. فدتنا فلوس وبعد كده في كام يا ربي؟ ادتنا مليون جنيه. في احنا كنا امتى؟ كنا مع 2001 مش كده؟ بس انا بقى انت مفكرين في حاجه ولا ايه؟ في خروج النازحين او اللاجئين من افغانستان لباكستان صرفت الاغاثه مليون جنيه في عز ما كان الاسلام يحارب في امريكا وفي كل حته في العالم. ليه؟ لانها عرفت المعايير الانسانيه التي حققتها الاغاثه الاسلاميه منذ 14 سنه قبل ان تعطيها المنحه. فاعلك الظروف ان اردنا ان ننمو ويعترف بها المجتمع فلا بد ان نبني الشراكات من اول الطريق لكي نكون مستقلين في صناعه قرارنا السياسي وفي التحالف مع الاخرين. التحالفات مفيش جمعيه ابدا تستطيع تقف لوحدها دلوقتي. هل في جمعيه تقدر تأوي كل السوريين اللي موجودين حتى في لبنان؟ مش اللي في تركيا واللي في الاردن واللي في كل حته في العالم او اللي المشكله الفلسطينيه او مشكله المجاعه اللي جايه في الصومال الان؟ اللي يخرج يقول لك انا اول واحد ده اقول له جزاكم الله خير اذن على جنب. اللي يخرج يقول لك ما حدش عمل العمل ده اللي انا اقول له اخرج اذن على جنب. لو نقعد مع بعض ونعرف كيف نقيم الشراكات والتحالفات سويا. ايه سمعتنا وتاريخنا في المجتمع؟ احنا اللي بنعمله بايدينا. احنا اللي بنعمل سمعتنا واحنا اللي بنكتب تاريخنا بانجازاتنا في المجتمع. واحنا اللي بنخلي المجتمع يتكلم عنا سلبا وايجابا. لو التزمنا بالمعايير الانسانيه هنترك الانجازات بتاعتنا وفقا لمسيره بدات من الاف السنين بنزول الرسالات والرسل والانبياء الى الارض. هل احنا في مؤسستنا فيها ابحاث ودراسات وعلى اساس ايه بنقوم بالمشاريع بتاعتنا؟ على اساس عشوائيه؟ رئيس مجلس الاداره جه صحي من النوم وقال انا عايز اعمل المشروع ده؟ او في مانح من دوله ما قال اعملوا لي المشروع ده فاعملوا له وانا المشروع اصلا مش على خريطه اولوياتي؟ هل انا بقوم على اساس بحثي ودراسات ام انا بشتغل شغل عشوائي الى اخره؟ هل احنا عندنا مذاكره مؤسسيه بكتب تاريخ المؤسسه منذ نشاتها والمبدعين فيها والاخفاقات؟ من حق المؤسسه وحق المجتمع عليا ان انا اكتب فشلي في مشروع ما عشان اتعلم واتعلم الاجيال ان انا لما فشلت نجحت بعد كده، لما رسبت نجحت بعد كده، لكن هخبي الحق على مين؟ والمال مش مالي، مال الجمعيه مش مالي انا، ده مال المجتمع ومال الفقير ومال الارمله ومال ايه النازح واللاجئ والشريد. اخر حاجه التبعيه، ودي في منتهى الخطوره في المجتمعات المحزبه المؤطره الى اخره. اخر حاجه واخطر حاجه التبعيه، لابد ان العمل الانساني يستقل عن اي عمل حزبي او اي عمل متصل بعمل غير انساني. استقلاليه، مفيش حد يطلع قرار من غرفه مغلقه. ابدا. غلط. هنا يدخل الامن. وهنا تاتي التقارير السريه. وهنا تغلق الجمعيات وهنا يحبس الناس. وده ما حدث في امريكا منذ 11 سبتمبر 2001 وما يحدث الان وما يكون اسوأ فيما بعد. اللي فاكر نفسه ان ها صحيح اللي فاكر نفسه واحد قاعد في غرفه بياخد قرار واحد تاني قاعد بيكلم الحكومه قول له ان كل صوري وكل كلامي اللي انا بقوله على التليفون الناس شايفاه. مش في حاجه اسمها جوجل ايرث ولا مش كده برضك ولا ايه؟ وفي حاجه كلها
تخبي على ايه؟ تخبي على مجتمعك؟ انا اللي مديك، انا باخد الرخصه من البلديه، اخبي على مين؟ مين صاحب القرار في الجمعيه؟ احط طرطور يمشي الجمعيه وانا ماشي بقرار من ورا؟ لا، نحن نعمل في مجتمعات هي قريه صغيره او غرفه نوم، مش قريه فقط. حذاري في الفتره اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، لو انتوا سمعتوا رساله الامين العام للامم المتحده الجديد اللي اسمه جوتيريس، انطونيو جوتيريس، عامل معامل حاجه اسمها حمله معنى، يمكن بعد كده تبقى تشيروها للناس يا شباب، بيتكلم فيها عن الاسلاموفوبيا، وهو غير مسلم وكاثوليكي رئيس وزراء البرتغال، وعن ازاي لا يحدث تمييز ما بين دين ودين وعرق وعرق، مجتمع ومجتمع، ونحن احق بهذه الرساله منه، وعن الشفافيه وعن 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 الى اخره. فلذلك اخذ القرار السياسي لاي جمعيه خارج مجلس الاداره يعتبر ليس فقط جريمه ولكنها مقتل لهذه الجمعيه. انا بس اردت ان اتحدث عن محور واحد، ده كل ده في محور واحد، محور الاستقلاليه القائمه على المعايير الانسانيه. انا اتكلمت كتير مش كده؟ اشكر بقى، فبارك الله فيك، يعني شتم. فانا بشكركم جميعا، وبس كنت صريح معاكم، وانا اي سؤال في اي حاجه في اي كل حاجه، مش ام كلثوم بتقول لي اي حاجه ولا ميرك بتقول لي حاجه اي حاجه، طب مش حره كانت بتقول ايه؟ فيروز بتقول ايه؟ قول بحبك، قول عرفتك، تعالى مين الرئيس بتاع الجلسه بقى عشان يطلع يتكلم. انا اي سؤال من عندكم انا جاهز خدام ليكم، وجزاكم الله خير.